السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا فيه على بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات، تيتغ دو سيجور دو ديزون. كيف ما كنعرفوا ان مجموعه من الاشخاص كتسعى انها تحصل على تيت دو سيجور هذا، باش هكا تكون عندها جميع الحقوق اللي كتكون عند المواطن الفرنسي، ما عدا الحق في الانتخابات، يعني تعيش بحالها بحال المواطن الفرنسي، فقط الحق في الانتخابات اللي ما كيكونش عندها غير مورا ما تاخذ الجنسيه. اشنو خاصني ندير باش نتحصل على هذه البطاقه هذه، ولا اشنو هما الشروط اللي غادي تخوني نتحصل على هذه البطاقه هذه؟ اول حاجه غادي نهضروا عليها هي اللغه. اول حاجه غادي نطلبوا مني هو يكون عندي نيفو A2، يعني اكوتي. واسهل حاجه غادي نمشي ندير فورماسيون، ناخذ نيفو A2، ناخذ واحد الشهاده كوم كوا انني عندي نيفو A2 ونحطها اكوتي. ثاني حاجه، مورا ما يكون عندي الحق في هذه البطاقه هذه، ملي نمشي ندفع الوراق ديالي خاصني ندير طلب للحصول على بطاقه ديال 10 سنين، ما خصنيش ندير غونوفلومون. على سبيل المثال عندي واحد البطاقه ديال عامين، الا درت الغونوفلومون غادي يعاودوا يعطوني بطاقه ديال عامين، في حين الا درت طلب ديال البطاقه ديال 10 سنوات وكان عندي الحق فيها، هنا غادي يعطوني البطاقه ديال 10 سنوات وما غاديش يعاودوا يعطوني بحال البطاقه اللي كانت عندي. كيف ما شفنا انا خاصني يكون عندي نيفو A2 وخاصني ندير الطلب، ماشي خاصني ندير غونوفلومون. غنمشيو لشكون هنا، شكون هما الاشخاص اللي ممكن يستافدوا من هذه البطاقه هذه؟ اول الاشخاص اللي غادي نهضروا عليهم هما الاشخاص اللي مزوجين بشخص فرنسي لمده ديال 3 سنوات. ملي كنقول مزوجين لمده 3 سنوات هنا كنهضر على المغاربه، مورا ما كندوز واحد 3 سنين هنا كيكون عندي الحق انني نطلب بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات، على عكس الجزائريين فقط كيدوزوا سنه هنايا موراها كيعطيوهم بطاقه الاقامه اوتوماتيكمون، بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات. كاين كذلك بحال الحاله الاولى، الاشخاص اللي دخلوا هنا للديار الفرنسيه عن طريق التجمع العائلي وبقاو مقيمين هنا لمده ديال 3 سنوات دون انقطاع، يعني جلسوا هنايا لمده ديال 3 سنوات مورا ما كدوز مده 3 سنين، عندهم الحق هنا باش يطالبوا بهذه البطاقه هذه. كذلك الابناء اللي كيكونوا من اباء فرنسيين، يعني في الاساس كيكون الاب فرنسي وكيكونوا هما معمرهم تكون هنايا، يعني على سبيل المثال عطا واحد المثال ديال شي سيد اللي مشى تزوج من المغرب، تزوج بشي وحده ولد معاها شي ولد ولا هذا، وبقى تما حتى دار الولد 18 سنه، عاد جا هنا باش يطالب بالوريقات ديالو. هنا عنده الحق انه سواء يطالب بالبطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات ولا انه يطالب بالجنسيه. من بعد غادي نعطيكم القصه ديال واحد السيده باش تفهموا القصه اكثر، كيفاش اب فرنسي والابن عنده الحق حتى يدير 18 عام عاد يطالب بالجنسيه ولا يطالب بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات. كذلك كاين الاطفال اللي كيدخلوا هنا لفرنسا في السن ديال 11 سنه وكيبقاو في فرنسا لمده ديال 5 سنوات دون انقطاع، هنا حتى هما عندهم الحق انهم يطالبوا بتيتغ دو سيجور دو ديزون ولا انهم من بعد يطالبوا بالجنسيه. كاين كذلك الحاله ديال الاطفال اللي تزادوا هنا بالديار الفرنسيه وما عندهمش الجنسيه، على سبيل المثال ابناء مغربي او مغربيه، الاب والام ما عندوش الجنسيه وبالتالي الطفل حتى هو ما غاديش تحصل على الجنسيه، واخا تزاد هنا بالتراب الفرنسي مورا عنده الحق انه يطالب بالجنسيه مورا ما يدير 18 عام. هنا الدري ملي كيدير 18 عام عنده الحق سواء انه يطالب بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات ولا انه يطالب بالجنسيه، عنده الخيارين. كاين كذلك الحاله ديال الاباء اللي عندهم اطفال عندهم الجنسيه ولا عندهم اولاد عندهم الجنسيه الفرنسيه. باش نشرح لكم سيتياسيون اكثر، على سبيل المثال اب وام مغربيين جاو هنا للديار الفرنسيه عاشوا داروا الاولاد ديالهم، الاولاد ديالهم كبروا كلشي، الاب والام ما متحصلينش على الجنسيه الفرنسيه، كيكونوا فقط مقيمين. كيف ما قلنا ان الدري ملي كيوصل 18 سنه هنا عنده الحق انه يطالب بالجنسيه الفرنسيه. مثلا الى احد الابناء كبر دار 18 سنه وطالب بالجنسيه الفرنسيه وتحصل عليها، هادوك الاباء ديالو عندهم الحق انهم يطالبوا بطاقه الاقامه ديال 10 سنين بحكم ان لهم ابن عنده الجنسيه الفرنسيه. انطلقوا الحاله الاخيره اللي غادي نهضروا عليها في الفيديو هذا، هما الاشخاص اللي كيكونوا كيشتغلوا في مقر ما في شي شركه ولا هذا، ومن بعد كيديروا الحادثه ديال العمل، على الاثر هذيك الحادثه ما كيبقاوش يقدروا يخدموا بلايص اخرى، يعني كيعطيوهم واحد النسبه ديال الاجل اللي خصها تتراوح على الاقل في 20%، بمعنى ان هذيك الحادثه اللي قاموا فيها بمقر العمل ديالهم سبات لهم اعاقه ديال 20%، يعني ما يقدروش يزاولوا العمل في مكان اخر. هنا مورا ما كيوليو يتحصلوا على واحد المبلغ ولا واحد المدخول على اثر هذيك الاعاقه اللي ولاو فيها، هنا عندهم الحق حتى هما باش يطالبوا بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات. كانت هذه بعض الحالات اللي ممكن انها تحصل على بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات، وكذلك الشروط اللي ممكن بها تحصل على هذه البطاقه هذه. كنتمنى ان الفيديو يكون كان مفيد بالنسبه لكم، بحال ما كان عندكم شي تساؤل حول حاله من الحالات اللي تطرقت لها ولا شي حاجه ولا شي لبس في شي حاجه اللي ما فهمتوهاش، ممكن تخليوا لي كومونتير لتحت وانا غادي نجاوبكم. غنخليكم في انتظار نتلاقى بكم في فيديو جاي ان شاء الله، غنخليكم
خليتكم لهنا وراحة البال، وأحبكم في الله، وبسلام عليكم.